هذا يسأل عن الذهب الذي تلبسه المرأة وتتحلى به، هل فيه، هل عليه زكاة؟ الصحيح أنه لا زكاة عليه، هذا قول أكثر أهل العلم، لا زكاة عليه، لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، ولأن ما كل النساء تستطيع دفع الزكاة، فقيرات وهم بحاجة إلى الحلي، فلا تجب الزكاة في الحلي المعد للبس.